نقول لهم شو المشكله؟ مو يم دوله رئيس الوزراء، مو دفاعا عن الحكومه، بالعكس الحكومه جاده، لان انا بنص الحكومه واعرف ما يجري ومن توجيهات، وانا عضو في لجنه بالفقره ال 14 من الضوابط حددت لجنه لمتابعه تنفيذ هذا القرار، وانا جزء من هذه اللجنه. هاي يدل على ان الحكومه تريد تحلها، يعني تحل هذا الموضوع. نعم. توصل له، مو مثل اكو قرارات بالحكومات السابقه، مثل عندنا قرار 418 و419 هم كان يعالج مشاكل السكن. أي نعم. لكن ما كانت بجديه مثل هالوضع هاي الحكومه. حلو. وين لكن الفقره الاساسي الحاليه عدم جديته وحركه وسرعه انجاز من قبل الوحدات الاداريه واللجنه، يسموها لجنه الجرد. أي. لان انا هسه مدير عام ذات الاراضي الزراعيه، لحد الان ولا قرار حل اجان من المحافظات كلها. هذا شيء يدل على ان يعني انت الان النواحي ولا مشتغله ولا ملف وصلك ابد من كل محافظات. هذا هذا متاكد عليه هذا الكلام، اتحمل مسؤوليته. زين انتم ما توصلوا الى رئيس وزراء انه يابت ماكو اي شيء من المحافظات؟ وصل انا من خلال اللجنه بهذا الاسبوع الماضي كان اجتماع، وتكلمت ويا رئيس اللجنه دكتور رافع، وراح يرفع بها تقرير الى دوله رئيس الوزراء. يعني هسه الان التلكؤ والارباك عمليه البطء من الوحدات الاداريه. اي بالضبط، لان ما وصلنا لحد الان مساحات جدا بسيطه قياسا والمتجاوزين راحت التسجيل العقاري.